حاليا انا بعتبر محمد صلاح هو افضل لاعب في العالم حاليا في الوقت الحالي. منذ بدايه الموسم، موسم 21 22، محمد صلاح هو اكثر لاعب في العالم يقدم مستويات متميزه وبيصنع الفارق مع فريق ليفربول. يعني ممكن يفوز بالبلندور يعني عادي السنه دي؟ ما لا، صعب يفوز بالبلندور السنه، لانه طبعا البلندور بيحسب للموسم كاملا وديل شهرين بس، يعني هو بس اللي تميز فيهم. فمحمد صلاح طبعا يمكن هو مع منتخب بلده وشويه تلقى اداؤه يمكن منخفض اكثر بكثير يعني من ليفربول، في فارق كبير في المستوى. زي حكايه ميسي يعني لما كان مع برشلونه ومع منتخب الارجنتين والقصه بتاعته. محمد صلاح طبعا فاز بجائزه الشهر عن شهر اكتوبر، سجل 5 اهداف وعمل 4 اسيستات في 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 شهر اكتوبر، وفاز بجائزه افضل هدف او اجمل هدف، هو هدفه اللي سجله في مرمى مانشستر سيتي، كان هدف على طريقه ميسي على طريقه مارادونا، راوغ فيه اكثر من لاعب ووضع الكره في زاويه ضيقه جدا جدا، فكان هدف اسطوري واعجازي بيدلل على موهبه اللاعب الفطريه وتميزه طبعا. فالحديث يطول جدا عن صلاح، فما حكمه لو بالتاكيد طبعا.